في كل مكان، في كل زمان، في كل ميدان. هجن الرئاسة، الهجن الحساسة التي لا تقبل إلا المركز الأول وكاسة. ها هي هجن الرئاسة بلون شعارها الأحمر الجميل الذي تلون بلون دماء حب هذا الوطن والوفاء لرياضته العربية الأصيلة وتراثه العريق وشرايينه باللون الأحمر التي تضخ دماء الوفاء، دماء العهد، دماء الولاء. علي بن مي الوهيبي المجمل دائما من مضمرو هجن الرئاسة، المتميز الظافر. شكرا يا ابو الجمايل، شكرا هجن الرئاسة، شكرا شعار هجنها العملاق، الشعار العظيم. تهانينا الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل هيان حفظه الله ورعاه، رئيس الدولة القائم الاول وراء وعلى نجاح هذا الشعار الأحمر. بسم الله وعلى بركة الله تنطلق المحليات، تنطلق الهجن الطيبة، تنطلق عطايا الله في هالقايلة، في هذا المهب، في هذه الحرارة، مع كأسها، كأس مكتوم بن راشد الطيب الله ترى الذهبي الذي يخصص لهذه النوعية من 8 كيلومترات. ثنايا الشيوخ، من قال الونايا فقد أخطأ ولم يوفق، فهي السبق الثنايا وليست الونايا. كما شاهد الجميع عرض ورقص الرئاسة سيشاهد المزيد مع هذه الأقطاب المميزة الشهيرة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ ونعلق، متمنين التوفيق الدائم والنجاح المستمر لشعارات أصحاب السمو الشيوخ بمؤسساتنا وأقطابنا الثلاثة وكافة عشاق الأصالة. مقدمة هذا الشوط، مقدمة هذا الشوط، الشعار الأدعم، الشعار العنيد، الشعار المفيد لعشاق جماهيره، لعشاق أهل الدوحة، أهل قطر. هناك الذين جاءوا مع الأدعم، مع الأدعم، لنرام صيحة من هجن الشحانية يقودها جابر بن سالم بن فاران المري على السيطرة على المركز الأول، ولكن التغيير من التي كانت قبل لحظات في المركز الثاني. محبة من هجن الرئاسة بشعارها الجميل الفائزة بكأس الكويت أو ميدان الشحانية. الشلفة للمحليات حاملة شعار كيف لا، وهي تتظلل تحت ظل هذا الشعار، يبرد في شعار هجن الرئاسة على قلبها لتعلن فوزها بالرموز، لتكرم هذا الشعار. مشاهدين الأعزاء، اللي هي محبة بكل الحب، ولكن يا محمد يا بن عتيج يا بن زيتون، هناك الشحانية حاضرة غيرت الموقف. العزوم مع هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي المسيطر على المركز الأول. غابت ارتياد، غابت العملاقة وتركت ود وحيدة في ذلك الشوط. أين الشقاق؟ أين الرفاق يا ارتياد؟ الله، فقد الجمهور ارتياد، وأقصد بذلك جمهور الشحانية وعشاق الأدعم، وهذا خطأ فادح من سلطان لوهيبي، أرجو أن لا يتكرر. نعود إلى مقدمات الشوط مشاهدين الأعزاء، إلى هجن الرئاسة المسيطرة على الموقف. محبة محبة محبة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وهذا لا يعني مشاهدين الأعزاء مستمعين الكرام أن الرئاسة تصطاد في المياه العكرة، بل هي سيدة للموقف، ولكن كنت أتمنى حضور ارتياد لكي لا يتحدث السفهاء بغيابها. بغيابها حدث ما حدث، حضر وغاب، لا نريد ذلك. نريد الحضور لأساطير الهجن، نريد الناموس بقوة، نريده بجدارة، نريده بحق، باستحقاق، مع الشعارات الداعمة لرياضتنا العربية الأصيلة. شكرا هجن الرئاسة، شكرا هجن الشحانية، شكرا هجن العاصمة، شكرا أصحاب السمو الشيوخ. العاصفة تصل في المركز الثاني. رواية غياث الهلالي يقدم رواية، غياث الهلالي أيضا متمكن في هذا الشوط من خلال
خلال انتثار شعارات هجن العاصمة المشاركة بكثرة بالإضافة إلى الرئاسة والشحانية. يا سلام المركز الثالث، وصلت نسيم، يا نسيم المساء سلم على كاس المحليات. يا سلام نسيم يتنفس أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، يستنشق الهواء بظهوره الفيلسوف مع شعار الرئاسة. جاءت هجن العاصفة مركزة مطلقة، وصفة تراثية، وصفة عنيدة، وصفة عجيبة لهجن العاصفة، علاجية تعالج بها المركز الثالث في هذه اللحظات، يقودها غياث الهلالي. الله، ننتقل إلى المركز الخامس، نرى الأدعم والعاصفة يتعاركان على المركز الخامس، يمزقانه، يقطعانه العملاقين. يا سلام، وتأتي مشاهدين الأعزاء مصيحة تعود مرة أخرى، هي من كانت تقود هذا الشوط في لحظات الانطلاقة مع جابر بن سالم بن فاران المري. الشبل المركز الخامس وذعته، ولكن هناك أسماء محليات، أصايل، مرشحات، مصنفات، مهيئات، حاملات لأحلى وأجمل الشعارات، حاملات لأحلى العبارات والمعنويات لجماهير الأقطاب والمؤسسات. يا سلام، هناك مشاهدين الأعزاء أسماء لم يحلموا دخولها، ولكن دعوني مع الكوع الأخير. أين نحن يا قوم؟ أين نحن؟ تبع دقائق انتهت ولم يتبقى إلا خمس دقائق. هي الفيصل الوحيد عن لمن هو هذا الكاس الخاص المحليات، كاس الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، طيب الله ثراه. الرئاسة هجن الإمارات العملاقة، هي وهجن العاصفة يسيطرن على المراكز الثلاثة الأولى، بل الأربعة، بل السيطرة إماراتية حتى الآن. مصنف هذه الشعارات وقيادتها لهذا الشوط، ومتمكنة من الفوز عندما تستمر أو تأتي المساندة من الصفوف الخلفية. هجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، محبة بكل حبة لمقدمة هذا الشوط، تسيطر على الموقف مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. العاصفة وهجنها وثنائي جميل رائع مميز من خلال وجود وصفة ورواية من هجن العاصفة المسيطرات بقيادة غياث الهلالي. هجني فزاع، هجني سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولي عهد دبي حفظه الله، بطل البطولات والمهرجانات والمناسبات، نجم النجوم، يأتي برفقة شعاره الكريم هنا في هذا الميدان، يتابع لحظات ختام الثنايا في هذا الموسم، ليس فقط في المرموم، وإنما ختامي الختاميات في موسم 2016-2017، الموسم الجميل الرائع المفيد. المركز الثالث، تتدخل هجن الرئاسة مع نسيم. هجن الرئاسة يقدم أحمد بن مطر بن مايد بن طارش الوهيبي، وصل العملاء الخيالي أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. أنا طالع ناقة البكرة الوهيبي وقلت بن طارش الوهيبي. الأدعم، هل سيستمر الصمت يا بن بريك؟ هل سيصمت الأدعم؟ هل هناك مزيدا من الصمت؟ لا أظن ذلك. الأدعم حاضر بقوة، الرئاسة كذلك، العاصفة أيضا، الكل يرى ويتابع. جماهير غفيرة بأعينها المجردة، ملايين المتابعين عبر شاشات التلفاز يتابعون الأدعم عندما انتقل إلى مقدمة الشوط من خلال وجود قناعة لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق، الملقب بالعملاق، عندها كاس اللقاية في المرموم. هذا دليل
على أنها قادرة على أن تلحق بكأس اللقاية، كأس الثنايا المحليات، ولكن العاصفة لابد أن تثور، لابد أن تعج العاصفة، أن تعج في هذه الأجواء. الله، جاء السيل الجارف كاملا، انطلقت الثنايا، جاءت سيول العاصفة، سيول الشحانية، سيول الرئاسة، جرف الجارفون من المضمرون. المراكز الأولى، وصلنا إلى أين أيها الشباب؟ 1200 أو الكيلومتر الأخير. الشحانية تسيطر، قادمة بخماسية أيضا من المركز الرابع وإلى المركز السابع، ياس الثامن إلى المركز السابع. الله، قناعة تقنع الجمهور بأدائها. العاصفة تفر بالكاس، سيدي سمو الشيخ حمدان وهجنه العملاقة، هجن العاصفة المتألقة. الله 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 الله، يا سلام، تأتي هجن الرئاسة أيضا ملاحقة متابعة باسم محبة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والشحانية بقناعة الصامدة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الله، كأس المحليات لمن 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 من الأقطاب والمؤسسات؟ هجن فزاع أم هجن الرئاسة أم هجن الشحانية؟ والأدعم، وما أدراك ما الأدعم؟ الله، يا سلام، الرئاسة تتألق في الثنايا، تتألق في الثنايا، تعلن حضورها بقوة في هذا الختام مع الثنايا بكأسها المفتوح وكأس المحليات. الثنايا، سلام يا الإمارات، سلام يا الإمارات، سلام يا الإمارات، سلام. نزف التهاني إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مالك هجن الرئاسة، نزف التهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نزف التهاني لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، نزف التهاني لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، لجماهير الرئاسة، لعشاقها، لأحبابها، لجماهيرها في كل مكان. وصلت ثانيا هجن العاصفة، قدمت وصفه الجميلة، وصفه الرائعة الخفيفة على أرض الميدان. تهانينا لهجن العاصفة وللمضمر غياث الهلالي. وصلت ثالثا المركز الثالث والرابع والخامس، هجن الشحانية المشاركة بقوة في هذا المهرجان، القادمة بكل جمالها ولونها ولون شعارها الأدعم. نعود إلى التوقيت الزمني والرئاسة وتألقها وجماهيرها الذين وصفوا هذا الإنجاز بالعظيم، الإنجاز بالرهيب، الإنجاز بالعجيب. شكرا معالي الشيخ سلطان بن حمدان، شكرا القائمين على هجن الرئاسة. 12 دقيقة 12 ثانية وتسع أجزاء من الثانية في هذا الجو الغريب الذي لا توقيت له ولا توقيت فيه، لكن الرئاسة تخترق الرياح، تخترق الغبار، تخترق المعج والمهبة، وتعلن فوزها بكأس المحليات. المركز الثاني، طبعا تهانينا مرة أخرى لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمضمر سيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، تضيف رمزها إلى الخنجر. مشاهدين الأعزاء، رموز تتوالى وتنهال على ظهور السبك في هجن الرئاسة. ثانيا وصلت وصفة، 12 دقيقة 14 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة ولسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم مالكها، والمضمر سيد غياث الهلالي. المركز الثالث هجن الشحانية جليحة، وأيضا محمد بن خالد بن عبد الله العطية 12 21 واحد. هكذا أيها الأخوة مشاهدي الكرام، تتألق هجن الرئاسة